أهلا بالجميع، صوتي واضح؟ أهلا وسهلا، اسمي فارع المسلمي وأنا مختص ملف اليمن والخليج في تشاتم هاوس، وسعيد بوجود هذه الجلسة اليوم وهذا المؤتمر، أول مؤتمر في إعادة تفعيل دور تشاتم هاوس في اليمن والإقليم المجاور من فترة طويلة، وإن شاء الله هذا سلسلة أو بداية لسلسلة من النقاشات والحوارات التي سنقودها في تشاتم هاوس خلال السنين الماضية أو القادمة، متعلقة تحديدا فيما يتعلق بعلاقة اليمن والإقليم المجاور. لدينا كانت جلستين ممتازة من الصباح، ونتطلع إلى هذه الجلسة الحالية مع ضيف استثنائي طبعا، وعن في لحظة لا يمكن أن تكون أقل أهمية مما كانت ربما خلال الشهور الماضية والأيام الماضية. على أي حال يسعدني في هذه الجلسة التي ستستمر 45 دقيقة، أهم التذكير على أن هذه الجلسة on the record، فإذا أنت متخبي هذه الجلسة مبثة أو ستبث لاحقا، ما ينفعش تتخبى، ولكن أيضا إذا في أي كلام تشتى تقوله أيضا كله هو موجود. أيضا في ترجمة أعتقد القناة العربية الثانية في حالة احتجتم إلى أي هيدسيت، إذا في ترجمة، وستستمر هذه الجلسة خلال أكثر من أو ما يقارب 45 دقيقة. ولكن على أي حال أرحب بضيف مهم في تشاتم هاوس، شكرا على حضورك أبو قاسم، ولكن اللواء الركن أيدروس قاسم الزبيدي نائب رئيس المجلس القيادة الرئاسي ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي. سعيدين أيضا جدا بهذه الفرصة الحصرية لتشاتم هاوس في إدارة هذا النقاش، ونتطلع إليه كثيرا. على أي حال أنا التقيت بالسيد عيدروس الزبيدي أول مرة في 2013 في جبال الضالع، كان الزمن غير، وكان حينها على فكرة لا يزال ضده حكم قضائي صادر وهو يحاول تأسيس مجموعة من قيادات الحراك الجنوبي حينها. ولكن حتى قبل 2013 تاريخه طويل في الثمانينات، واحدة من اللي اكتشفتها أنه أيضا درس في القوات الجوية، وأيضا لاحقا لعب دور استمر فيها لمدة عام، وأيضا بعد حدوث 1990 وحدة اليمن اللي يمكن يكلمنا عنه أكثر، وليش هو اليوم مختلف معها سياسيا. أنا ولدت هذيك العام فما أعرفش كثير كيف كانت الحياة قبل وبعد، ممكن تقنعني، هذا موضوع نتحدث عنه معنا الفترة القادمة. ولكن أيضا بعدها قاد تأسيس العديد من الحراك الجنوبي في الضالع، وأيضا لاحقا حركة حتم في 94، وبعدين في 2015 قد أول عملية عسكرية لمواجهة الحوثيين في محافظة الضالع، الذي كانت أول محافظة جنوبية تستطيع التخلص حينها من الحوثيين. في العام 2016 أيضا أعلن عيدروس الزبيدي عن تأسيس كيان أو رغبته تأسيس كيان عن الممثل للحراك الجنوبي، تتوج هذا لاحقا في 2017 بتأسيس ما عرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي. ومنذ تلك الفترة إلى الآن أيضا، قبلها أيضا قد محافظة عدن بعد اغتيال الشهيد سعيد جعفر، ومن حينها من 2018 أيضا خاضت قواته والقوات المختلفة أيضا المتواجدة على صفحة التحالف العديد من المعارك الداخلية في عدن، ولكن أيضا في الجبهات المتعلقة بالضالع، وأيضا قادت قواته معارك متعلقة في المخاء حينها. على أي حال احنا اليوم معنا مجموعة من الأمور اللي احنا لازم نتحدث عليها، سنناقش التطورات اللي حاصلة الآن ما بين الحكومة والانتقال، الاحتدام الإقليمي المتواجد في اليمن، تطورات إعادة الهيكلة داخل المجلس الانتقالي، والأوضاع داخل المجلس الرئاسي، حق تقرير المصير، أوضاع في باب المندب، وإذا كان معنا وقت هذه كل أيضا مواضيع طموحة جدا، قد ربما نتحدث عن فارق الحياة ما بين الجبال والريتز كارلتون، بس بقى نشوف إلى أين ما نوصل حينها. على أي حال أمس الليلة اتصلت لصديق مشترك وقلت له بكرة أنا بحاور صاحبك عيدروس، قال عيدروس قد الدبلوماسي، فأنا لا يزال عندي أمل أنك بتخيب ظنه، فلا يزال هذا مهم يعني، قلت له بقى نشوف بكرة بيننا المعيار. على أي حال خلينا نبدأ من اللحظة الحالية والمهمة اللي هي التطورات الحالية. خلال الأسبوع الماضي أعلن المجلس الانتقالي عن مجموعة من التطورات والتصعيدات في مواجهة الحكومة، هذه الحكومة أيضا هو متواجد فيها بالنصف. إيش الوضع السياسي؟ إيش تقييمات الانتقال اليوم أو رؤيته لوضع الحكومة الحالية؟ وبعدين ممكن نتحول إلى الحديث بشكل أوسع وأكثر تفصيلا عن أوضاع المجلس الرئاسي والحراك داخل أيضا المجلس الانتقالي بحد ذاته. لكن دعني أبدأ بموضوع الحكومة. طلبتم مؤخرا بتغيير الحكومة، ما هو الوضع الحالي في علاقتكم مع الحكومة؟ حكومة مناصفة، وما هي مأخذكم عليها بشكل عام؟ تفضل ومرحبا بك مجددا. حياك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للأخ فارع وشكرا لإدارة معهد تشاتم هاوس لاستضافتنا لهذا اليوم، وذلك لتسليط الضوء على القضية اليمنية بشكل عام.
أنت بدأت من عند الحكومة، نحن نحب نوضح أن نحن شركاء طبعا في الحكومة هذه وشركاء في مجلس القيادة الرئاسي. الحكومة هذه الآن هي واجهت يعني تحديات صعبة بالجانب الاقتصادي، يعني وأهم تحدي هو عندما قام الحوثي بضرب ميناء النشيمة وتم إيقاف التصدير نهائيا للنفط. هذا أثر على موارد طبعا الحكومة ووضعها كان صعب جدا. طبعا نحن نمر في صيف حار ويمكن درجة الحرارة في عدن وصلت إلى 39، وكان محافظ عدن الحالة في عدن ورئيس الوزراء طبعا خارج عدن، وطالب عدة مرات بتوفير الوقود لكن للأسف لم يستجيب له، فاضطر محافظ على انه يعني يقوم باجراءات احاديه من طرفه كمحافظ في اطار يعني موارده في اطار محافظه عدن، وقال ابلغنا وابلغ مجلس القياده وكل الاعضاء وابلغ الحكومه ان اذا لم تتوفروا ديزل او وقود ما فيه ديزل ومازوت للكهرباء فاني على استعداد اني انا يعني ساوفرها لان الناس بيموتوا، في وفيات طبعا من درجه الحراره المرتفعه في عدن. وفعلا قام بإجراء محدود، طبعا هو الإجراء اللي قام في ناس يفهموا أنه راح البنك المركزي، بالعكس لم يذهب البنك المركزي نهائيا، محافظ عدن وذهب إلى ميناء عدن وأعطى توجيهات أنه إذا لم تستجيب الحكومة بتوفير الوقود للكهرباء وتخفيف معانا على الناس فأنا مستعد لتشكيل لجنة من المالية ومن الجهاز المركزي والجهات المختصة اللي أخذ هذه الإيرادات وشراء وقود للكهرباء. هذا ما حصل. طبعا الحكومة يعني أصبحت عاجزة عن العمل، خاصة بعد أن ضرب يعني ميناء النشيمة، لم يستطيعوا يعني تصدير يعني برميل نفط، والناس يعانوا طبعا يعانوا بشكل كبير في عدن. ولكن لن نرى حكومة جديدة قريبا. والله نحن بالنسبة لنا نحن نرى أن لازم من تغيير صراحة، لأن الحكومة هذه أصبحت لا تستطيع القيام بأي عمل صراحة. احنا جزء منها، خلينا نرجع على المجلس الرئاسي، احنا جزء منها لكن نعترف انها غير قادره على يعني على القيام على المهام اللي بالارض، المهام اللي هي تعتبر طاره وعاجله وخدماتيه فقط. ما احنا ما نطلب منهم اكثر من انهم يقوموا بواجبهم. في بعض الوزراء ما يعرف عدن، يعرفها يعني بالسنه شهر او اسبوع، يعني مساله صعبه شويه. خلينا نرجع على المجلس الرئاسي، إذا هذه الحكومة عاجزة الآن وفاشلة في وضع الحالي، ما هو وضعكم؟ سنة ونص ما فيش للآن لا أحد داخل إلى المجلس. والله أنت محق صراحة، ما في لا أحد داخل، صح. ولكن هل انعكست مشاكل المجلس الرئاسي يبدو لي على الحكومة أو الانقسامات اللي داخله، ولا كيف تشوف آلية العمل حاليا؟ صراحة المجلس غير الرئاسي يشوف يعني في البداية أنجزنا خلال شهرين أو ثلاثة أشهر بعض التوافقات، ومثل مجلس القضاء يعني وبعض الوزارات ومحافظات أنجزنا شيء. لكن بعدها توقفت عجلة يعني التوافق وبدأنا ندخل يعني اللائحة المنظمة هذه يجب أن تقر، فلم تقر حتى هذه اللحظة، واستمرينا بالتوافق. طبعا علاقتنا الداخلية كما أعضاء مجلس القيادة الرئاسي رائعة جدا صراحة، لكن كل واحد لبرنامج السياسي وكل واحد لأهدافه طبعا يريد يحققها على حساب الآخر، وهذه طبعا كل واحد متمترس لكن ليس على حساب يعني الهدف العام اللي هو يعني مواجهة الحوثي. هذا العام الرئيسي اللي احنا مجمعين عليه انه لازم نواجه الحوثي جميعا وبروح الفريق الواحد. من المجلس الرئاسي للمجلس الانتقالي، ايش قصة التعديلات الأخيرة اللي تميتوا في بها والتحديثات الداخلية؟ ممكن تعطينا لمحة، هل هذه محاولة لتحديثه؟ هل هذه محاولة لتوسيعه؟ أم هذه استجابة لتطورات معينة حاصلة؟ أنت تقفز بنا من جزيرة لجزيرة، كلها جزء شوية شوية. هذا نعرضك من الجبال كذا. طبعا المجلس الانتقالي تؤسس في 4 مايو 2017. أسس طبعا كان يعني التأسيس كان يعني مؤسساته محدودة ويعني صغيرة، اللي هي تعتبر الجمعية الوطنية اللي هو البرلمان للمجلس الانتقالي والأمانة العامة طبعا. وهي الآلية التنفيذية طبعا المجلس الانتقالي الجنوبي وفروع القيادة المحلية بالمحافظات والقيادة المحلية بالمديريات وأيضا بالمراكز يعني على مستوى الوطن كله اللي هي 8 محافظات جنوبية بشكل كامل. طبعا استمرينا وظل استمر يعني مجلس انتقالي في حالة توسع يعني أفقية ورأسية، وصلنا إلى أن مرحلة يعني بعد 4 سنين 5 سنين لازم نراجع يعني نراجع وضعنا التنظيمي الداخلي ونشوف وين السلبيات وين الإيجابيات. حصل سلبيات وحصل إيجابيات، احنا حاولنا نستكمل
نستكمل يعني هيئة المجلس الانتقالي الجنوبي بما فيها مجلس استشاري طبعا وهيئة موازية طبعا زي الهيئة الاقتصادية والقانونية يعني هيئة موازية الشبابية مرأة هذه هيئات يعني سياسية بحتة طبعا هذه بتزيد من عمل وفعالية المجلس الانتقالي الجنوبي ويعني سياسيا طبعا والحمد لله كانت هذه عملية الهيكلة هذه عدينا لها يمكن قبل عام أو عام ونص من إعلانها طبعا واكبت هذه الهيكلة يعني الحوار الجنوبي الذي سمعتم عنه وخرجنا بهذه الصيغة طبعا الصيغة هذه نحن منفتحين على القوى الجنوبية بشكل كامل بالحديث عن المجلس الانتقالي والمجلس الرئاسي واحدة من الأشياء اللي دائما يتم الحديث عنها خلال الفترة الماضية هي الإطار التفاوضي للقضية الجنوبية في إطار المفاوضات العامة وفي حديث كثير عن هذا الموضوع بس إلى الآن ما شفتش أي وثيقة ممكن تعطينا إيش هذا الإطار المرجعي إيش النقاشات اللي بتجري داخل المجلس إيش الأحاديث إيش شكله هذا الإطار اللي كل واحد بتكلم عنه ولا الآن مش شايفين له ورقة إيش الفكرة الواسعة وراءه والله نحن نشوف بالنسبة لفريق التفاوض للمجلس القيادة الرئاسي هناك فريق تم يعني تشكيله بالتوافق بين أعضاء المجلس ولكن لم يمارس مهامه حتى هذه اللحظة السبب أنه يعني قضية الجنوب احنا طالبنا انها تكون حاضره وانها تكون لها اولويه طبعا وفي اطار تفاوضي ونحن متفقين ان احنا يعني نقدم هذه الورقه خاصه نحن كجنوبيين نقدمها لمجلس القياده الرئاسي ونقرها وتتحول الى فريق المفاوضات اللي هو بدوره بعدين يعني يعطيها اولويه في اطار العمليه السياسيه الشامله ان شاء الله تعالى بس الى الان ما فيش وثيقه انا مصر ايش هذا الاطار المرجعي ايش هو اللي بتفكروا ايش بس فقط وضع القضيه الجنوبيه في الاولويه ما بيش له تفاصيل اكثر يعني ايش شكل العمليه السياسيه هي امتداد من 2012 مش من اليوم يمكن من قبل بالنسبه لنا نحن كمجلس انتقالي العمليه السياسيه امتداد من 94 نحن منذ اجتياح طبعا واحتلال الجنوب من قوات علي عبد الله صالح نحن نحتاج العمليه السياسيه قيصريه طبعا نحن واضعين لنا رؤيه و سلمنا ونسلم جزء التحالف لكن ما يخصنا بجزء غير الرئاسي لم نتفق عليه حتى هذه اللحظة إذا أنت بحاجة إلى طبيب جراح على قولة الأغنية هل الأمم المتحدة طبيب متمكن؟ هو بالضرورة لازم تكون الأمم المتحدة لأن غيرها ما فيش غيرها هو يعني الأمم المتحدة هي المؤسسة الأممية الذي نحن نعيد مقعدنا من خلالها طبعا كجنوب تمام سؤال آخر إيش رأيك بالإطار أو الكيان اللي تشكل خلال يومين واضح في إطار الاحتدام الإقليمي هناك تطور يبدو لي سعودي إماراتي بشكل غير مباشر ولكن إيش تمخضت عنهم أخرا تشكيل ما عرفها بمؤتمر حضرموت قبل أمس أو أمس في الرياض كيف ترى إلى هذه التشكيلة وإلى الآن الوضع حضرموت بشكل عام في القضية الجنوبية الله هذا السؤال حاد لكن كلامك ناعم أنت طيب هذا احنا شوف صراحه نحن ما عندنا اي تفاصيل على الكيان هذا اللي انشئ قبل اسبوع ما عندنا تفاصيل مشان نفيدك بها او نقول لك راينا بشكل دقيق لكن احنا كمجلس انتقالي لا زلنا نقود عمليه الحوار في الجنوب وهذا الكيان سيصبح جزء من الكيانات الذي نخوض معركه الحوار معهم جميعا من ضمن الكيانات الجنوبيه نعم الى اي درجه تعتقد انه لازم ان يستمر المجلس الرئاسي في الوضع الحالي مجلس القيادة الرئاسي والله أمامنا تحديات كثيرة طبعا العملية السياسية الشاملة هذه عملية بحد ذاتها في ملفات كثيرة منها سياسي واقتصادي وعسكري وإنساني والمرحلة صعبة صراحة بس ما فيش تايم لاين معدل ما في تايم لاين معدل احنا يلا نجمع حوالي 7-8 من شان نواجه كويس ألا تعتقد أنه حان الوقت لإعادة التفكير أيضا حتى بالمجلس الرئاسي بعدده برقمه بتشكيلته والله ما ينفعش الان تعديل لان احنا قد خلاص الان امر واقع المجلس غير الرئاسي ولازم نستمر فريق واحد حتى يعني استكمال مهام الذي انشئ من اجلها الى اي درجه انت متفائل بالحديث كان هذا السؤال طرح اليوم في الصباح المتعلق بوصول الحج الدبلوماسي ما بين الحوثيين والسعوديين حاليا ويبدو انه وصلت عبر طريق الحجاج طائره الى الرياض عفوا الى جده وعلى قولة اليمن حج وبيع مسابح أو عمرة وبيع مسابح لأي درجة أنت متفائل بهذا أصلا تعتقد أنه ممكن يوصلوا إلى تفاهمات هل تثق أنت كعيدروس الزبيدي تعتقد أنه يمكن أن تصل إلى سلام مع الحوثيين شوف أنا أقول لك الواقع الحوثيين هم يعني يمنيين بالنهاية وهم عرب ما جاوش من المريخ بالنهاية بنت عايش إحنا
سيبقى أمر واقع وسيكون لهم دولة بالشمال ولهم ميناءهم ولهم مطارهم يتحركوا فيه أين ما يريدوا، وهذه مسألة واقعية يجب أن نتعامل معها. ويبدو أنك كأنك كنت تتمنى كأن الشمال يستلم الحوثي. أمر واقع، هو استلم بالقوة، ما استلم بالاحترام ولا بالرضا، جل انتزع بالقوة السلاح. طيب سؤال، عودة إلى وظيفتك في عام 1994 كمسؤول عن حماية المنشآت الأجنبية والسفارات في صنعاء، إلى أي درجة إذا أنت اليوم بتتحدث عن أنه أوكي نشتي دولة الجنوب ونشتي العالم يعترف بنا، إلى أي درجة يمكن أن تقدموا ضمانات أمنية للعالم متعلقة بباب المندب، متعلقة بتجارة الملاحة الدولية؟ هل يستطيع اليوم المجلس الانتقالي الجنوبي أن يقود أو يقدم ضمانات أمنية متعلقة بالملاحة الدولية، متعلقة بمكافحة الإرهاب، متعلقة بخطوط التجارة الدولية؟ والله شوف، الجنوب أسس دولة مدنية ويعني كان معروفة مع الإقليم والمجتمع الأممي وكان يسمونها اشتراكيين وشعوبيين متطرفين، لكن الآن وصلنا أن يعني هذه كنا على حقنا احنا صراحة. النهج اللي نهجناه كنا منفتحين ومدنيين مع الآخرين بشكل يعني منطقي. الآن المنطقة كلها تمشي على هذا الخط. بس الاسم تغير من اشتراكية لا يعني لا قومية. خليني ارجع على هذا السؤال على فكره، الى اي درجه ممكن انت تفكر لما تفكر باعاده خلق دوله الجنوب، الى اي درجه تفكر بالقيم التي كانت موجوده في الدول الدوله الاشتراكيه كمرجعيه، حقوق المراه، التعليم المجاني، هل تلهمك باي شكل منها هذه القيم التي كانت الاشتراكيه، ولا انت بتحاول تبتعد سياسيا لانها كان في لها تابو اقليمي او على المرحله هنا؟ شوف، المرحله هذه لها سلبيات ولها ايجابيات، لكن كانت في عداله، في عداله موجوده وفي قانون يعني يسرع الجميع، فكان يعني الوضع يعني الوضع بهذه المرحله يعني ما تحصل في واحد محتاج يعني محتاج للوظيفه ولا محتاج يعني انه يروح ياخذ مساعده او يعني او سله غذائيه او شغله من هذا النوع، مش موجود. كانوا الناس كلهم يشتغلوا ومكتفيين، وكانت الدوله برضه تحترم كل قوانين حقوق الانسان على مستوى يعني العالم كله، وكانت لها علاقات متميزه. وباب المندب هذا يعني مرة أغلق مرة واحدة لما تم الاعتداء على مصر فقط باعتبارنا عرب وتضامننا مع مصر، أما بقية الفترة اللي كانت بها الدولة هذا كانت يعني هذه المنطقة آمنة، ما فيش عملية إرهابية كانت. شيء، أرجع مجددا للموضوع الأمني، إلى أي درجة أيضا ما هي طبيعة القوات التي الآن تحت قيادة الانتقالي فيما يتعلق بالمعنى العسكري؟ هل هي قادرة على أن تقدم ضمانات أمنية حقيقية متعلقة بمكافحة الإرهاب، متعلقة بالملاحة الدولية؟ قل لنا شوية عن هذا الموضوع قدراتك. أولا نحن بالمجلس الانتقالي الجنوبي يعني سياستنا هي طبعا معتدلة ووطنية، طبعا نحن لسنا متطرفين بالجانب الإسلامي ولا بالجانب يعني العلماني صراحة. نحن أخذين خط وسط يعني وسطني، معتدلين وسطيين، أو يهمنا استعادة وطن فقط يعني بالجانب السياسي، أو العقيدة عقيدة وطنية بحتة، كانت القوات العسكرية أو القوات الأمنية. القوات العسكرية طبعا تقوم يعني بحماية الحدود البرية والجوية والبحرية طبعا، وهذا بعد وقت إن شاء الله من استكمال تأسيسها. حاليا احنا بنواجه الحوثي صراحة كقوات عسكرية، وبنواجه تنظيمات داعش والقاعدة كقوات أمنية، ومستمرين. ونحن يعني نهجنا يعرف الأشقاء والأصدقاء أن عقيدتنا الوطنية هذه هي يعني متماشية مع الإقليم والعالم. فيما يتعلق بالحديث على مواجهات الحوثي، في خيالك أيهما أكثر خطرا على المشروع الانتقال الجنوبي، الإصلاح ولا الحوثي؟ كرر. إجابة مهمة كمان. أيهما أكثر خطرا، الانتقال الحوثي ولا الإصلاح كخطر سياسي على مشروع ال 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 المجلس الانتقالي الجنوبي؟ وما عاد بسألكش على العدد والطائفة، خلينا نقول الإصلاح والحوثي. نحن المجلس الانتقالي نحن نشوف يعني نرفض الطائفية أو استخدام الدين كمظلة سياسية صراحة. يعني اللي ذكرتهم هم مستخدمين بمظلة سياسية، كانوا الأخوان أو الحوثي. فهذا بالنسبة لنا يعني غير مقبول، لأن الدين جاء دين يسر ووسطية، ما جاءش مشان يكذب على الناس طبعا. يعني التطرف والإرهاب هذا دخيل على مجتمعنا العربي والإسلامي صراحة. سأفتح لنا الباب للنقاش للأسئلة إذا أي حد عنده أي أسئلة، وتحديدا بالقاعة إجمالا أرجو أن لا يأخذ السؤال أكثر من 30 ثانية، وحرفيا بقطعك لو استمر أكثر من 30 ثانية.
ومن ميزة أنك تكون جديد بعملك أنه ما أعرفش حتى كيف شكل رئيسة المركز، فممكن أقاطعك بكل أدب كائنا من كنت إذا استمريت بعد 30 ثانية. Start with the back, Andrew, the Financial Times. Someone else, okay. Thank you very much, Andrew England with the Financial Times. General, sorry, one second. Translation. Can you speak? Hello. Yes. Small blotter. Sorry. Thank you very much, General. And introduce yourself, please. Yeah, Andrew England with the Financial Times. General, would you and the STC commit to a referendum on secession in the South? Would you have a referendum in the South? And if the South did secede, what would be the risk of South-South factional fighting? How would you assure people there wouldn't be the eruption of another conflict in the South? Thank you. Another one to the lady here. Someone with a mic. نجاوب على واحد بعد هذا اخذ سؤال ثاني وبعدين تفضل كويس. Yes, I would like to ask, is there a chance that the STC... And can you please introduce yourself? Oh, Karen Dabroska, I'm a freelance journalist, and I would like to ask, is there a chance that the STC would issue a unilateral declaration of independence? Because it seems to me that all these talks and being part of the government as it is now, they're basically going nowhere and you're just being diplomatic, hoping to get the best possible option from a bad situation. إذن معك سؤالين، سنبدأ بالأخير اللي هو هل هناك احتمالية أن الانتقالي يمكن أن يقوم بعملية أحادية في فك الارتباط وإعلان الاستقلال؟ بجاوب على وبعدين السؤال الثاني من أندرو المتعلق به، هل يستطيع الانتقالي الالتزام أو تلتزم نيابة عن الانتقالي بأنه سيكون هناك استفتاء في لجنوب اليمن في حقه؟ طيب شكرا جزيلا. بالنسبه للسؤال الاول، نحن ملتزمين يعني كمجلس انتقالي وكشعب جنوبي للمجتمع الاقليمي والدولي باننا نحترم يعني كل القوانين الامميه والانسانيه بشكل كامل، وملتزمين يعني بمواثيق الامم المتحده يعني بالاستفتاء وباي قوانين يعني تطبق بشكل كامل، وملتزمين بها تماما، ما عندنا اي مشكله. بالنسبه للسؤال الثاني، نحن غير وارد لدينا أن نحن نصدر من طرف واحد أي إعلان لاستقلال الجنوب إطلاقا، وسيتم إن شاء الله بالتحاور وبإشراف أممي كامل. Thank you. Thanos Pedouris from the European Institute of Peace. I wanted to ask you, the recent Southern Dialogue process that concluded in Aden in May was a quite unique experience in Yemeni politics in recent years. I wanted to ask you, how do you propose to proceed with the parties of the South that did not join in that dialogue? How will you develop your relations with them after the first round of dialogue that you've already had? Mm-hmm. Hand, higher on the left. Yes, هند عميران، مسؤولة الشراكة النسوية في مبادرة مسار السلام وأيضا القضية الجنوبية. سؤالي إلى لواعي دروس الزبيدي. رأينا أن المجلس الانتقالي يعمل جاهدا على التصالح الجنوبي، ولكن بالأمس تم إعلان مجلس الحضرمي الوطني. كيف إلى أي مدى ممكن المجلس الانتقالي الجنوبي أن يعمل أكثر بجهود كبيرة إلى التقارب الجنوبي؟ فسؤالين مرتبطين ببعض. الأول، إذا تقدر تحدثنا أكثر عن الحوار الجنوبي الذي تم مؤخرا في عدن، وكيف تنوي البناء عليه واستيعاب الأطراف الأخرى. والموضوع الثاني أيضا مرتبط، متعلق بحضرموت اللي بضل شكله طول الوقت الجسم. طيب جيد. بالنسبة لعملية الحوار بالنسبة للقوى الجنوبية كامل، طبعا تمت الأعداد لهذا الحوار يعني قبل سنتين، وقسمنا الحوار إلى عدة مراحل. طبعا المرحلة الأولى تحاورنا مع كل الكيانات التي تؤمن باستعارة دولة الجنوب 100%. إن شاء الله المرحلة الثانية بندشنها مع يعني مع 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 كيانات وأحزاب ممكن تؤمن حتى بقيام دولة اتحادية، لكن نحن هذه قليلة جدا ومحدودة. والمرحلة النهائية إن شاء الله نحن بنستكمل الحوار مع كل الكيانات بما فيها الذي تؤمن ببقاء الوحدة، وهذه مسألة ستستمر الحوار إلى ما لا نهاية. على فكرة، بالحديث عن الدولة الاتحادية، وانت أشرت له بخجل وسرعة شديدة،
ما عمرك فكرت بالرياضيات الماضي خلال الثمان أو الخمس السنوات الماضية أنه بدل ما تكون رئيس للجنوب تكون رئيس لليمن كله؟ يعني وفي اقتصاد وفي اقتصاد كثير وهذا السؤال يطرح الناس وممكن تقنع بالمنطقة والشماليين ضبحانين من بعض أكثر ما يمكن الضحابين منك. هو شوف هي هو العرض مغري أنت اللي بتقوله. لكن أنا 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 عندي قضية وطن، أنا أبحث عن استعادة وطن ولن أبحث عن سلطة صراحة. بس حتى التجارة يعني ممكن الجنوب يكون معه عبر عدن فرص أكثر لأن السوق في الشمال 70% ديموغرافية، حتى ميناء عدن فلوس أكثر بتصبح. في واحد سياسي قال قربنا الانفصال ما نفعش، قربنا الوحدة ما نفعش، خلينا نقرب الاتحادية. لكن هذا لا يترك لشعب الجنوب، نحن بالنسبة لنا بتكرر التزامك على الفكرة المهمة اللي هي الاستفتاء على قولتك. نعم أوكي. سؤال هنا من الأخ، shall I stand up or just sit down? Major General, my question to you is can going you to be Semir Gürsel, member of Chatham House, also international lawyer. My question to you will be in relation to law. Now, after 8 years of civil war and hundreds of thousands of people being killed, surely after every war, peace follows. And apart from that, if United Nations instruct International Criminal Court for investigation of crimes against humanity in your country, will you cooperate with the court? Good. Someone that was in the back. Yes, do that. The lady in the back. And please continue the good habit of keeping it short. Thank you very much. دين المأمون، المدير الإقليمي من منظمة مدنيين في ظل الصراع. سؤالين سريعين. أولاً، هل في تفسير لعدم وجود المرأة في هذه المرأة في هذه التعديل الأخير في المجلس الرئاسي؟ بتكلم بالخاص بالمجلس الرئاسي. الشيء الآخر، رؤية هيكلة الجهة المنظومة الأمنية والعسكرية وكيفية تقاطع هذا مع قوات درع الوطن. Thank you. Okay. إذن سؤالين مهمين، الأول متعلق بي واليمن والجنوب وشمال وشرقا وكله في مظالم مهمة مرت خلال السنوات القادمة. إذا الآن مرينا على سلام شامل وعادل، لازم في محاسبة، لازم افترضنا أنه في عالم الأحلام محكمة الجنايات الدولية أصدرت قرار في القبض على مجموعة أو في بدء تحقيق، هل ستلتزم أنك تتعاون مع أطر العدالة الدولية؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني كان، وممكن نرجع له، بس هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني كان على موضوع المرأة، لماذا لا تتواجد في المجلس الرئاسي؟ وخلني أتوسع على هذا السؤال الذكي جدا على الحكومة. معقول أنه ب2023 في حكومة لا يوجد فيها امرأة واحدة؟ إيش الفارق بينكم؟ أنتوا اللي رشحتوا السياسيين، ما هو هذه الحكومة أنت إذا اخترتوها، ما تقولوا شو رئيس الوزراء، كيف قابلين بهذا الموضوع؟ لا امرأة بالرئاسة ولا امرأة بالحكومة. والسؤال الأول، هل بتتعاونوا حقوقيا؟ طبعا السؤال كان يعني مهم جدا، وصراحة نحن نسعى لأن نكون دولة في إطار الأمم المتحدة ونلتزم كل قوانينها بدون شك. وإذا هناك يعني تمرد بأي كان بالشمال الحوثي، هذا لا يهمنا نحن صراحة، لأنه هو حتى هذه اللحظة يعني يعتبر يعني خارج نظام الدولة، وأكثر الانتهاكات هي من عنده، نحن ما عندناش انتهاكات، ونحن في إطار يعني مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية الملتزمة ومعترف بها دوليا. لكن بالنهاية القانون سيسود على الجميع، القانون سيسود على الجميع على مستوى محلي أو إقليمي أو دولي، نحن ملتزمين كل القوانين الأممية والدولية بدون قيد أو شرط. المرأة، بالنسبة للمرأة نحن أشوف تكلمت وأنا بشكل مباشر مع الأخ رئيس مجلس القيادة الرئاسي دكتور رشاد، وقلنا له يعني الحكومة هذه ما في مرأة، ما في عنصر نسائي، قلنا بنتفاهم، فكنا تفاهمنا على أساس أنه بنجيب مرأة ونشل واحد من الوزراء والمسألة بتتم إن شاء الله. طيب وبعدين؟ المشروع قائم على فكرة، مشان نجيب مرأة ومرأتين بالحكومة قائم، لكن مجلس القيادة هذه صعبة صراحة. سوري، ولو أنت مديرتي السابقة لازم قاطعش. طيب السؤال الثاني اللي طرحته مهم جدا، متعلق ب القوات الأمنية والعسكرية، أنه هل في توحيد لها وإلى أي درجة قوات درع الوطن أيضا تساعد أو تفاقم من عملية محاولة توحيد الجهود العسكرية أو القوات العسكرية والأمنية؟ كان معها سؤال على هذا الموضوع.
أنا ما سمعته لكن بجيب عليه. القوات العسكرية بالنهاية العسكرية كلها لازم يعني لازم تكون تحت مظلة وزارة الدفاع، ومسألة هذه طبيعية جدا. والآن في لجنة عسكرية مهمتها طبعا هي تم تأسست أثناء يعني إعلان مجلس القيادة الرئاسي، اللجنة العسكرية والأمنية برئاسة الفريق هيثم قاسم طاهر، وتقوم بإعداد يعني رؤية متكاملة لتوحيد القوات المسلحة والأمن. جميلة. بعدين أحمد رفيق، ما كان عندك أوكي سوري أحمد رفيق إذن تفضل. يس My name is Abdullah Rafiq, and I'm a member of Chatham House and global politics student at Birkbeck University of London. So, Mr. Idrous have mentioned that they were united in combating Houthis. So, if the battle with Houthis is now almost over, what keeps you united at PLC? And also, a second question is, how do you manage the conflicting interests between the regional powers that are supporting you, namely Emirates and Saudi Arabia? Thank you. سؤال مهم. إلى أي درجة على المجلس الانتقالي حتى انعكس هذا الاحتدام أو الاشتداد الإقليمي بشكل عام؟ الاحتدام الإقليمي بشكل عام إلى أي درجة يؤثر أو غياب الوحدة الإقليمية في المتعلقة باليمن على أداء المجلس الرئاسي؟ والله السؤال الأول هو تكلم على أنه يعني بعد ما نواجه الحوثيين يعني كيف يكون مصير الكيانات اللي مثل غيره؟ احنا طبعا واضعين يعني اطار تفاوضي لقضيه الجنوب، وان شاء الله بعد ما ينتهي الحوثي يمكن بتكون دولتين جنوبيه وشماليه، ما في مشكله، بنروح من المشاكل هذه كلها. بالنسبه لتضارب مصالح ما اعتقدش انه في تضارب، لكن هناك كانت يعني عمليه سياسيه بعاصفه العزم وعمليه عسكريه، وتنتهي ان شاء الله انها يعني بعمليه سياسيه شامله. If you're in the back and you're raising your hand, I don't see you. So do harder job. This guy. Sorry. Thank you very much. موسى الأنصاري، طالب ماجستير في العلاقات الدولية. معي سؤال من محورين. المحور الأول، تحدثتم عن وطني أو مشروعية القضية الجنوبية، وهذا شيء يشاد به، ولا أحد من اليمنيين يجب أن يرفض إرادة الشعب الجنوبي. لكن سؤالي هنا الأستاذ عيدروس، أنتم لكم شواهد كثيرة وأنتم تفتخرون بعلم الإمارات وتشيدون بارتباطكم الوثيق بدولة الإمارات. فالسؤال هنا، هل يحلم الجنوبيين بدولة يمنية مستقلة أو جنوبية مستقلة، أم يحلمون بمحافظة تابعة لدولة الإمارات؟ شكرا. السؤال الثاني يتعلق بالاستقلالية. يتعلق بالاستقلالية رجاء. Thank you. The lady with the green. 30 seconds. Sorry. The lady there. Yes. The one in the blue. Yes. Your question. Do you have a question? Yes. No, no, not her. Yes. Please. Okay. أنا ليلى خليل، مديرة منظمة العمل لأجل اللاجئين في بريطانيا. سيد الرئيس، حاب أسألك سؤال. هل الشراكة والمناصفة في ظل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة قائمة فعلا؟ ما أشاهده وأنا متابعة بدقة لعمل الوزارة الخارجية اليمنية والعمل الدبلوماسي بأن الجنوبيين لا يتجاوز تمثيلهم من 6 إلى 10%، وما يخدم تماسك المجلس القيادة الرئاسي هو عدم تركيحه لمشروع ضد آخر، أكان فرض الوحدة أو فك الارتباط هو آتي لمقابهة الحوثيين؟ شكرا. سؤالا أول مرة، على إذا أي درجة تحس العدد أو الجغرافيا المتواجدة في التمثيل وزارة الخارجية تحس أنه مناسب للجنوبيين؟ والسؤال الأول هو عن طبيعة ديناميكية العلاقة مع دولة الإمارات، ما بين الانتقالي أو الجنوب ودولة الإمارات. طبعا دولة الإمارات عندما قامت عاصفة الحزم طبعا قدمت يعني نزلت في عملية عسكرية وقدمت يعني شهداء وسلاح ومال، وساعدت طبعا اليمنيين كامل، كان من مأرب إلى جنوب السعودية إلى الجنوب، هي ما كانت في الجنوب فقط، الإمارات مشان تكون بالصورة. لديها عمليات عسكرية على مستوى اليمن كامل، ابتداء من الجوف وانتهاء من المأرب وإلى باب المندب، وكان لها دور يعني ممتاز ورائع، وأيضا في مكافحة الإرهاب. وإن شاء الله بعد العملية السياسية بيكون تنتهي العملية السياسية وكل واحد يرجع لحاله. كل واحد يصلح بابوره. طيب عودة بس السؤال الثاني على التمثيل، هل تحس انه هذه مناصفة مشاملة ومتكاملة ام لا؟ لو سمحت. المناصفة انا اتفق مع السؤال هذا انها غير عادلة حتى هذه اللحظة. اوكي. اوكي، السؤال هنا بالاول عند الدكتور. لو سمحت. شكرا. لا لا لا، انتظر الميكروفون لو سمحت. دكتور محمد قباطي. فارع، أول حاجة لك أنت، ليش هذا الخمس سنوات ولا شفنا أي نشاط في جهة ماوس؟ ثاني سيادة الرئيس، في الحقيقة جزء من المشهد يعني ملخبط
قضية الأمن، إلى أي مدى قضية يعني إنجاز يعني ملف إصلاح الجهاز الأمني في الجنوب مرتبط بقضية الحوار الجنوبي الجنوبي. جميل. سؤال عند الأخ. دكتور عبد الجليل شايف، رئيس منظمة أصدقاء جنوب اليمن. سيادة الرئيس، عندي سؤال لك. لماذا نحن الجنوبيين والقيادة الجنوبية نتحمل تهمة الانفصال رغم أن الحوثيين قد انفصلوا عسكريا، حكوميا، بنكيا، مصرفيا، تمام؟ فلماذا نحن نتحمل التهمة وهم قد حققوا الانفصال في حقيقة الأمر؟ سؤال تفضل. على الموضوع سؤال مهم على الأجهزة الأمنية وموضوع على الانطباع ومن وراء إيش؟ طبعا بالنسبه لاجهزه الامن، طبعا بعد عاصفه الحزم يعني هي انهارت منظومه الامن وكانت عدن عاصمه يعني مؤقته. تم بناء الاجهزه الامنيه من الصفر، ويبدو عليكم انكم تلاحظون انها كانت بالفتره الاولى كانت عمليه ارهابيه نشطه، وكانت يعني الاجهزه يعني ما قامت بواجبها نتيجه يعني الواقع الموجود. لكن الان الحمد لله الامور الان بعد قطعنا شوط يعني كبير بعد تأسيس هذه الأجهزة خاصة يعني بالشرطة والقوات الحزام الأمني وغيرها، وتقوم بواجبها بشكل جيد يعني جيد ممتاز يعني. وهو بدأنا من 2015 من الصفر. طبعا عدن كانت العاصمة الاقتصادية وليست عاصمة سياسية، ومقر المؤسسات في صنعاء صراحة. هذه مسألة، هذا كان واقع طبعا. أما بالنسبة للسؤال الدكتور عبد الجليل، أنا أتفق معك أن الحوثي عندما بدأ الحركة الحوثية، هو بدأها يعني من أجل السيطرة على الشمال. ما كان عنده نفوذ يروح الجنوب، لكن بدأت الآن الهواجس السياسية تطغي على المشهد عليه، وعند الآن يعني بدأ يعمل بشكل سياسي. كان أول بشكل يعني بشكل طائفي، ويعني بشكل يعني يشيع الحق قد يعني حق الإمام يحيى أعتقد السلطة. لكن هو فعلا هو انفصالي، بس احنا كانت اهدافنا بعد 94 نحن العوده الى الدوله وليس انفصال، العوده الى مؤسستنا، وهذا حق لشعب الجنوب. ما نختزل شيء نحن كقياده، وبنستمر بهذا المطالب حتى تحقق يعني حق الجنوب. وبالنسبه للحوثي هو فعلا هو يعني انفصالي اكثر مننا. سؤال على فكره فيما يتعلق اللي واضح عندك، واضح الرؤية، هذا مشروع اللي اشتوى الدولة. طيب خلينا نفترض في عالم السياسة تحديدا في منطقة شديدة عدم التوقع زي المنطقة الشرق الأوسط، تصحى على حروب وعلى تحالفات بلشت وراحت. خلينا نفترض بكرة صحينا على الصباح والتحالف العربي لا يدعم قضية الجنوب، ما هي خياراتك؟ وهذه أشياء ممكنة في عالم السياسة. في بريطانيا الخصة أحيانا تجلس أكثر من رئاسة الوزراء، يعني ممكن. احنا يعني باليمن يقولوا ان الموقف السياسي زي الرمال المتحركه، بكره بتغير وضع تماما. يعني انا اتفق معك، يعني احنا اذا تغير الوضع، اذا بكره الامارات والسعوديه قالت احنا ما لا ندعم هذا المشروع، حساباتنا جديده. احنا لدينا شعب، احنا خياراتنا نعود لشعب الجنوب. خياراتنا ما يعني مش مرهونة بقياده محدوده. احنا قد حسبنا امرنا كجنوبيين ان احنا سنستعيد دولتنا مهما كلفنا الثمن. نرجع للسؤال الامني، كثير مهم على فكره. هل قصه توحيد القرار الامني، كان في لجنه عسكريه تشكلت مؤخرا لتوحيد الاجهزه الامنيه انجزها المجلس الرئاسي، صحيح، وين هي الان؟ هل حصل اي توحيد لعمليه غرفه عسكريه واحده، او على الاقل غرفه استخبارات ما بين جميع هذه القوى والاطراف العسكريه المختلفه؟ طبعا تختلف يعني نحن نتكلم بشكل على الجانب العسكري بشكل مفصل غير وارد، لكن اعتقد نحن حققنا يعني وحدنا مسرح العمليات ووحدنا غرفه عمليات القوات كلها على مسرح العمليات بشكل كامل. الان متواجده؟ نعم. واستخباراتيا؟ هذه مسأله، هذه خليها يعني لوقتها ان شاء الله. اسامه وبعدين عندك صالح. اسامه تفضل. أسامة الروحاني، مركز صنعاء. في ظل التوتر الإقليمي، ما هي علاقة المجلس الانتقالي اليوم بالمملكة العربية السعودية؟ أين مسافة التقارب معها وأين مسافة الابتعاد عنها؟ أين يختلف وأين يتفق الانتقالي مع المملكة؟ سؤال مهم. هنا سمح عندك. صالح البطاطي، سؤالي للأخ الرئيس عن مركز تشاتم هاوس. ذكر مؤخرا أن توتر شديد في المنطقة وربما بين السعودية والإمارات توتر شديد، وقد تكون اليمن بؤرة
تسوية خلافاتهم. مؤخرا هناك في حضرموت أيضا توتر شديد وخوف وقلق. نحن في حضرموت الآن، ما هي رسالتك لنا في حضرموت كعضو مجلس رئاسي وكرئيس الانتقال الجنوبي؟ ما هي رسالتك الآن لنا لطمأنت أن لن تكون هناك أي لن تكون هناك أي مشاهد لصراع مسلح في محافظة آمنة ومسالمة مثل حضرموت؟ شكرا. سؤال مهم، إيش رسالتك لحضرموت؟ ونسيت سؤال أسامة بصراحة. الأول هو يتكلم على عن علاقتكم بالسعودية. صحيح، هذا السؤال كل واحد بيسأله، وين تختلفوا وين تتفقوا مع السعودية في اليمن؟ نحن ما اختلفناش معهم عشان تكون بالصورة، نحن متفقين معها على طول استراتيجيا، ما فيش خلاف إطلاقا نهائيا، ولا بنا حتى مستقبلا مع المملكة العربية السعودية. احنا جزء من المنطقة وسنكون نشوف ان شاء الله جزء من مجلس التعاون الخليجي، نكون عضو فاعل بإذن الله تعالى. وبالنسبة للسؤال الثاني، رسالتك لأبناء حضرموت، هل هذه البقرة الحلوبة اللي دائما يفكر بشمالا وجنوبا، ايش التطمينات الذي لهم؟ ايش حضرموت في الحصة هذه؟ سؤال مهم وعلى مساحة هي ثلث اليمن. شوف، نحن مجلس الانتقالي الجنوبي عندما أسسنا وصممنا المجلس بناء على السكان والمساحة، فحضرموت يعني أساسا هي قرية حضارة واسمها معروف ورقمها معروف، وستكون يعني حاضرة بالنسبة لدولة الجنوب وفعالية كاملة، ونحن متفاوضين معهم، ويمكن هم أكثر قيادة داخل المجلس الانتقالي من أبناء حضرموت بالقيادة هيئة الرئاسة أو الهيئة الموازية، معظمهم من أبناء حضرموت وما فيش خوف وهم موجودين معنا. بس إيش السؤال مرة ثانية ما جاوبتش على سؤاله، إيش التطمينات غير أنه أنا بحبكم؟ بحبكم قد القيادة معاهم، ما شي بحبكم. أنا أقول لك يعني قدهم قيادة المجلس الانتقالي يعني معظمهم من حضرموت. أوكي، سؤال هنا عند الأخ لاست راوند. أوكي، this one. مرحبا، أحمد طهيف، مواطن جنوبي طبعا. سؤالي يختص في الهيئة التنفيذية في المجلس الانتقالي، ما هي الظروف التي تقتضي تفعيل الهيئة التنفيذية وهل تم تشكيلها؟ السؤال هذا بيتكرر على فكرة، التغييرات اللي عملتها مؤخرا في المجلس إيش هي؟ إضافة إلى أني إيش كيف انعكست على بشكل موضح وفاصل والهيئات؟ بس بأخذ سؤال أخير قبل ما تجاوبه. تمان هير عند الكاميرا. أيمن المصابي. سيادة اللواء، ذكرت وركزت في حديثك على التحديات الموجودة في الجنوب وآليتك هو الحوار في التعامل معها. طيب ماذا عن التحديات التي قد تواجه المجلس الانتقالي في الشمال خصوصا من الحوثي؟ هل في هناك آلية أو استراتيجية واضحة للتعامل مع هذه التحديات؟ اللي هي تحديدا من الشمال. بالضبط. اوكي، ايش استراتيجيتك للتعامل مع الشمال؟ طيب من. هذا يعني اعتقد انه ختامه مسك، هذا السؤال هو مهم جدا وانا بتكلم عليه بطول شويه لو بلس. طبعا احنا بمجلس الانتقال الجنوبي وكشعب جنوب لنا تجربه ان يعني بالشمال لنا عمق، يعني بالشمال عمق مجتمعي وعمق ديني معروف، خاصه يعني بالمحافظات المحدده لنا كجنوب وبشكل مباشر ولا ابالغ، وانا اقول ان فينا قوى سياسيه نحن متحالفين معها يعني هذه الفتره ومتحالفين معها بالمستقبل طبعا، وسيستمر التحالف هذا، ونحن ذاهبين الى مشروع اعتقد وطني معنا مع جميع القوى الموجوده في مجلس القيادة الرئاسي، واعتقد انه سيثمر باذن الله تعالى، ولن نترك يعني أبناء الشمال أنهم فريسة نهائيا للحوثي 100%، سنبقى إلى جانبهم بكافة الظروف وسنبقى بمشروع وطني معنا بإذن الله تعالى للمستقبل البعيد. آخر راوند منهر. يس، ميكروفون لو سمحت. سؤال نيابة عن مركز ساوث 24 في جنيف، بيقول لك هل سيادة الرئيس هل لا زالت الشراكة في إطار مجلس القيادة الرئاسي تلبي طموح الجنوبيين أم أنه يجب إعادة النظر فيها وإعادة توجيهها وإعادة المراجعة فيها؟ شكرا، أخي تفضل. والله الشراكة زي ما قلنا هي غير عادلة حتى هذه اللحظة بين طبعا بين يعني المكونات السياسية أو الشمال الجنوب في إطار طبعا الحكومة أو مجلس القيادة الرئاسي، لأن يعني المحافظة الجنوبية هي 90% محررة ومفروض أنها تأخذ الحصة الأكبر في إدارة الحكومة أو مجلس القيادة الرئاسي في مرحلة انتقالية اللي احنا نعيشها الآن.
الحديث يطول بس فريقك جالس يلاحقني من أول بعيونه لأنه معك موعد بعد هذا، وإنما مجددا إن شاء الله نستمر فيه بالضالع أو بعدا، أهم شيء مش بالرياض، وإن شاء الله نشوفكم على خير. مجددا شكرا على هذه الجلسة المهمة، وشكرا على هذه الفعالية، شكرا للمترجمين وعظيم الشكر طبعا لكم وعلى حضوركم هذه الفعالية، وإن شاء الله هذه مبتداها خير سلسلة فعاليات إجابة على سؤالك تشاتم هاوس خلال الشهور القادمة. شكرا لكم مجددا، وشكرا لريني على تنسيق الفعالية والجميع. Thank you.